يذكر بكل تقدير اسم الشهيد المصري كمال الدين صلاح مندوب الأمم المتحدة لدى الصومال، والذي دفع حياته عام 1957 ثمنا لجهوده من أجل حصول الصومال على استقلاله والحفاظ على وحدته. فخامة رئيس، تتميز العلاقات المصرية الصومالية بتعدد الروافد في إطار من المصالح المشتركة لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة التعليمية والصحية والثقافية والمجال العسكري أيضا، وهناك مواقف تاريخية مشرفة متبادلة لكلا البلدين. ومن هذا المنطلق تؤكد مصر دعمها للجهود الوطنية الصومالية خلال الفترة المقبلة لتعزيز السلم والأمن في الصومال وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب، وذلك من أجل تخطي الصومال لتحدياته الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في مستقبل مزدهر. وتدعو جميع الأشقاء للوقوف إلى جانب الصومال ومساندته وتقديم الدعم اللازم له حتى تتحقق استدامة الأمن والاستقرار في الصومال وتعود الدولة الصومالية كعضو فاعل وقوي ومؤثر في المجتمع الدولي. ونؤكد تطلعنا إلى تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين. اسمحوا لي في الختام أن أعرب عن سعادتي بالتواجد في مقديشيو، وأتوجه لفقامتكم ولجميع من شاركوا في هذا الحفل بخالص الدعوات بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.